التركيز على أهمية هذا اللقاء على اعتبار أنه يفتح مجال بين تلاميذ متعطشين لمعرفة آفاق المستقبل وبين ناس لهم تجربة في ميدان مهني معين. ما شاهدته اليوم يعني يثير الإعجاب لا من حيث التنظيم أو من حيث الأسئلة أو من حيث أيضا تقاطع مداخلات ذوي التجربة. وأعتقد أن هذا المجال مسألة له أساس على مستوى أنه يعطي للتلميذ والتلميذة آفاقا واسعة للاختيار، وهذا هو الأهم، لأن في كل واحد منا، في كل واحد من بناتنا وأبنائنا قضايا وأشياء وجوانب إيجابية، وبالتالي يجب التركيز على هذه الإيجابية بالنسبة للبحث عن مستقبل أفضل للجميع، وفي هذا أيضا خير للوطن برمته. الاسم كامل العمري بن داود، مستشار في التوجيه التربوي بالقطاع الذي يضم مجموعة من المؤسسات التي تنتمي إلى المنطقة ديال الروماني وزحليقة. منذ خطاب صاحب الجلالة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب 20 غشت 2018، والذي أشار به بالمصطلح إلى ضرورة إعادة النظر في حقل التوجيه الذي يعتبر منبثقا وعاملا أساسيا في نجاح المتعلمين، بدرت الوزارة إلى الانخراط في برنامج عمل طموح يتكون من 7 مشاريع أساسية. يعتبر المشروع الخامس، وهو المعنون بإقرار نظام ناجع ونشيط للتوجيه التربوي، أحد مكوناته الأساسية. وبذلك تم إصدار القانون الوزاري 62 على 19 متعلقة بالتوجيه التربوي، وبعد ذلك إصدار المذكرات 104 و105 و114 متعلقة بالتوجيه، والتي تحث أساسا على ضرورة تبني المقاربة التربوية في التوجيه وتبني المشروع وإرساء المشروع الشخصي كخيط ناظم لتدخلاتنا في التوجيه. إذا يجب أن نعمل جميعا كفاعلين تربويين، كأسر، كفاعلين اقتصاديين، كجماعات محلية، على أن نساعد المتعلم في بناء والتوطيد وإقرار مشروعه الشخصي من خلال القيام بالخيارات المناسبة التربوية والبيداغوجية في لحظتها، وذلك عبر إعداده من خلال مجموعة من الأنشطة المتعلقة أساسا في التعرف على الذات، التعرف على الشعب والمساكن، والتعرف على المحيط المهني. في هذا الإطار يأتي هذا اللقاء اليوم الذي نشكر من خلاله هؤلاء الأوجه الكريمة التي بادرت بالتضحية بوقتها الثمين لكي تحضر معه المتعلم بالعالم القروي، لكي تفسح لهم المجال على مجموعة من المهن الواعدة، وبذلك توسع أفق انتظاراتهم وطموحاتهم وتصوراتهم حول مشاريعهم الشخصية. في النهاية نشكر مدير إقليمي على تتبع ومواكبة هذا النشاط من خلالها الأكاديمية الجوية والوزارة، وكذا الأطر الإعلامية التي حضرت معنا لمواكبة هذا النشاط، مشكورة على تجشمها عناء السفر من مدينة فلت أو الخميسات إلى هنا، وهو أمر صعب نظرا للتضاريس الجغرافية ما بين البلدتين. والشكر موصول إلى كل من ساهم في إنجاح هذا اللقاء، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أستاذة في مادة الفيزياء في ثانوية أحمد طيب بن هيمة بالبراشوة بدائرة الرماني، الاسم هو الأستاذة مريم بالعماري. حضرنا هذا اللقاء التواصلي اليوم بالمؤسسة حيث تم استدعاء أطر فعالة في المجتمع بينهم أستاذ جامعي ومهندس توبوغرافي، بالإضافة إلى مدير أو ديليغي ميديكال لإلمام التلاميذ والأطر بمدى أهمية التوجيه في حياة التلميذ، بالأخص نعرف في حاليا أنه تم إحداث شعب اللي هي جديدة بالمقارنة مع الماضي، من بينهم مهندس توبوغرافي أو مهندس في الاقتصاد، هذه كلها شعب جديدة وحيوية. وحنا تنعرف أن المؤسسة حيوية في هذا المجال، ماشي أول مرة تنديروا بحال هذه اللقاءات التواصلية، هذه المرة الثانية، حيث تم استدعاء في المرة الأولى جراح كبير في الدماغ، والتلاميذ عندنا هنا في رغم أن المجال قروي إلا أن المؤسسة حيوية تقوم بهذه التظاهرات اللي هي جد مهمة بالنسبة للتلاميذ. وفعلا تم إعطاء واحد النظرة شمولية على مدى أهمية التخصص، وهذا كيبث في المتعلم واحد الفكرة، واحد العزيمة، واحد الإرادة باش يمكن يحدد الهدف ديالو مستقبلا. وتشكروا الجميع على هذه التظاهرات، والمزيد من التوفيق والاستمرارية إن شاء الله.
الاسم ديالي بشرى العباسي، كنقرا في مؤسسه احمد طيب هيما، جيت عمل شارك اداب، كان جيت نحضر اللقاء التربوي تواصلي مع مؤطرين من اجل ناخذ واحد الندبه جميله من اجل يعني من اجل انني نعرف الميولات ديالي، المهن، الافاق، نتعرف على الافاق اللي ممكن انني نوصل ليها من خلال الطموحات ديالي والميولات ديالي. كانت ندبه جميله من طرف الحضور، كنشكرهم على هذا الوقت وهذا التوجيه والتاطير اللي عطاو للتلاميذ الجميل، وكنشكر المؤسسه بصفه عامه وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم الكامل نور الدين طبيلي، مدير ثانوية إيليا أحمد طيب بن هيمة. لن يأتي هذا اللقاء التواصلي الثاني في إطار إدماج البعد التوجيهي، في الحقيقة اللي هي فرصة طيبة لكي نفتحوا فيها أفاق المتعلمين على المسارات المهنية المتعددة. فقبل أسبوعين كان عندنا طبيب جراح للدماغ، وكان عندنا مخرج سينما استعز العرب العلوي، وكان عندنا أيضا مهندس في الاقتصاد. اليوم كيحضر معنا الفقيه في القانون العلوم السياسية السي مساوي العجلاوي، وكيحضر معنا المهندس الطيبوغراف السي محمد خشوني، وكيحضر معنا أيضا المندوب الطبي السي رشيد فارس. مشكورين، كان لقاء طيب متميز، شهد مجموعة من التساؤلات والاستفسارات اللي كتأرق المتعلمين حول مسارهم المهني، خذوا أفكار، احتكوا أكثر مع هذه المهن في سبيل تكرار هذه المناسبات حتى نرسم مستقبلا مشرقا لمسارات مهنية معروفة. حيث الآن التوجيه أخذ بعدا آخر، أخذ بعد بأن المتعلمين خصهم يتعرفوا على المهن، يتعرفوا على الدوات ديالهم حتى يكون الاختيار ديالهم اختيار سليم نحو مشرق ومن مستقبل المشرق. كنبغي نجدد الفرصة للشكر للضيوف الكرام الذين اقتطعوا وقتا ثمينا من وقتهم لحضور هذه الليلة، يقتسموا معنا التجربة ديالهم ويوجهوا التلميذات والتلاميذ للاختيار الأنسب إن شاء الله خلال المسار المهني. وهذه اللقاءات التواصل ستتواصل إن شاء الله تنزيلا للتعليمات السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس في خطابه الذي ما فتئ وركز على التكوين والتوجيه المدرسي المبكر، أيضا تنزيل مجموعة من المذكرات الوزارية التي تؤطر مجال التوجيه، خصوصا المذكرة 106 والمذكرة 105 والقرار الوزاري رقم 62. فهذا اللقاء التواصل يأتي في إعطاء نفس جديد للتوجيه التربوي حتى يتسنى للمتعلمين والمتعلمات الاختيار الأنسب والأنجع لمسارهم المهني مستقبلا. وكنبغي نوجه أيضا الشكر الجزيل للصحيفة 24 على هذه التغطية الإعلامية المتميزة، وشكرا لكم. نبلك شي حاجة حيدها.